شيرين شيرين راحت فين؟ ايه ده يا دي؟ شيرين شيرين انت لغيتي التوكيل؟ وانت عامل كل الهليله دي عشان التوكيل؟ اه لغيته. اتجننت انت ازاي تعملي كده؟ اقفل ايدك يا باسم. الارض ارضي والتوكيل انا اللي عملته وانا اللي لغيته. ايه؟ ليك حاجه في الموضوع؟ ارضك مين يا ما ارضك تلاقيه تاكله؟ بجد ليك يا ارض؟ في حد لعب في دماغك ولا ضربه لك كاسين ولا ايه حكايتك بالظبط؟ مدفوعي. ضربه لي كاسين؟ طب فوق انت؟ ابعد. انا ضربه لي فيديوهين على صورتين؟ يا زبالة اتفرج. حرام عليك. ايه بتشبه؟ بتشبه يا ابن الكلب بتشبه. مين اللي بعتلك الصور دي؟ مين اللي بعتلي الصور دي؟ وانت اسئلتك رخيصة زيك؟ انت كل اللي همك مين اللي بعتلي الصورة دي؟ طب بص انا مش هقولك مين اللي بعتلي الصورتين دول. وانت هتطلعني ورجلك فوق رقبتك ومفيش ارض. تمام؟ اعتبرها يا سيدي 8 9 سنين قرف اللي انا عشتها معاك. هو يعني عشان تبقي الصوره واضحه لك انت واللي خلفوكي تمنكو ما يجيبش متر في الارض دي. بص بقى يا باسم انت هتطلقني. هتطلقني ورجلك فوق رقبتك والارض مش هترجع لك. وبقلبس بقى العيال. انا اصلا لا بقيت بطيئك ولا بطيئ انك تقرب لي. انا بقيت بقرف منك. وهو انت فاكره مثلا ان انا متمسك بيكي قوي؟ ده انا هطلقك وتغوري في 60 داهيه بس ارضي وارض ابويا هترجع يا شيرين. وانا هغور في 60 داهيه انا والارض وتز فيك وفي ابوك الزباله يا زباله. والله يا ابويا الزباله ده هو اللي بفلوسه وفلوسي انت عايشه هانم وبتلبسي اللي انت بتلبسيه وعايشه في العز اللي انت عايشه فيه وتروحي حتت عمر مالك حلمه يشوفوها في تلفزيون بيتهم. استنى معلش يا دلدي لازم اقول لك حاجه. ان انا يا حبيبي هانم من يوم ما انت عرفتني عشان كده قعدت بتتمحك فيا وفي الشله. فاكر الشله؟ عشان فلوسك على فلوس ابوك على فلوس عيلتك ما يعملوش منك راجل نظيف. أيه. والوسخه هي لسه في دمك. انا فاكر شلتك. انا فاكر شلتك. فاكر سمعتك اللي كانت زي الزفت في الجامعه والجربوع البورس اللي انت كنتي ملمومه عليه. ولا نسيتي؟ لا انا ما نسيتش يا باسم. عارف ليه انا ما نسيتش؟ عشان عمر ما يتنسيش. عشان جزمته القديمه بمليون راجل كده زيك. انا مش مستعد اخش السجن عشان واحده صرصاره زيك. من بكره هتنزلي معايا تعالي. من بكره هتنزلي معايا وهتعملي لي تنازل عن الارض. مالكيش توكيلات تاني. لو ما عملتيش كده هدفنك هنا. فاهمه؟ طلعني يا باسم والمصحف اللي طلعني والعقد مش راجع لك يا زباله يا عبد المعرف.